حسام حسام أنا هون أمي. أبي أنا واقف وراكي أمي. حسن حسن بدي هون أمي. أبي حسن شو مالك شايفيني أمي؟ حسن أنا هون أمي. تعي حسن وينك؟ تعي تعي وينك؟ حسن حسن ليتني أمي هون. وقف 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 لا تروح مشان الله. يا عمري انت يا قلب امك ابني. امي شو رجعتي شفتي اخي بالمنام؟ ما عم بنسى والله ما لي قدراني انسى ابدا. خلص امي تحمي حالك. خير ان شاء الله. مين اللي عم يدق هيك؟ رايح اشوف مين. وين أمك؟ سناء! سناء! أمي! سناء! أمي! إجوا مشان المصاري! المهلة تبعك خلصت من مبارح، المصاري جاهزين؟ مو جاهزين. اسمع مني وخلينا ناخذ البنت. بدي اياك تطول بالك شوي، بس اليوم وإن شاء الله من هون للمساء. للمساء؟ وبعدين معك؟ اسمعيني منيح، رح أعطيكي بس ساعتين منشان تجيبي لي المصاري، وإذا ما جبتيه رح آخذ البنت. هذا حقي وما حدا فيه يلومني. بقى دبريهم أحسن لك. كيف بدك يعني دبرهم؟ أعطيني وقت أكتر. أنا ما رح آكل حقك، بس طول بالك علي، وأنت بتعرف أني ما باكل حق حدا. أنا مو طالبة مهلة كتير، بدي إياك تصبر علي للمساء ورح أدبرهم. قلنا لك معك ساعتين مو أكتر. نحن صبرنا طولنا بالنا كتير، يا بتأمني المصاري يا أما البنت بتكون إلنا. ترجمة
دخيلك يا ربي ساعدني. أمي شو رح نساوي هلا؟ لا تخاف، إن شاء الله منلاقي شي حل. لا تبكي يا عمري، الله كبير وأكيد رح يساعدنا وما رح ينسانا. بعد، وقف، بعد كل شيء، اكتبوا يا شباب، كل شيء، تركوا ديمو، لك تركوا، لك بعد من هون، بعد من هون، كل شيء، لك شيء ديمو، بعد، لك شيء لهون، خلص بقى، ديمو، شو عملنا، لك شيء، لك عليك شيء. صار لك شيء؟ إن شاء الله ما نأذيت؟ شو هالكلب اللي عندك هاد؟ منيح اللي ما عضك. بدل ما تقلي الحمد لله على السلامة. إيه والله منيح. هاد ما بيوفر حدا. بس أنت غريب، مانك من هون، من وين جاي؟ أنا من اسطنبول، وبدي روح على ضيعة سارسو. بتعرف وين صايرة؟ شايف هاد الجبل؟ إيه؟ الضيعة صارت ورا الجبل. عود لينشفوا ثيابك. عود. لا تروح هيك. ايه امسك، غسل ايديك ووشك، رح ترتاح. يسلموا ايديك اخي. استناني شوي. اوكي. البس هدول هلا لينشفوا ثيابك. يلا يسلموا ايديك، عزبتك معي. يلا يا صبايا، يلا يا صبايا، تعالوا تفرجوا، جايبلكم قمايش بتاخد العقل. لا تنكشوا كل شيء مشان ما عليك خجل، ما عليك، انا بطلعي كل القماش. يا جميلة هلا بتشوفوا، جايبلكم لا تنكشوا. شو يا لوين رايحة من على بكرة الصبح؟ هذا حرير ما في منه. بدي روح لبيت عمي. بعدين شو كل هالحلا، شكلك عشقانة والله. صح يا بنات؟ أنا كمان هيك عم أقول، بس أبصر. لا ما في شي من هذا، ماني عشقانة، مين بدي أعشق يعني؟ أنا لازم أمشي. الله معك، باين أنت مستعجلة. على مين بدك تكذب؟ إيه أكيد رايح لعند الدكتور. جميلة. أهلين خالي. وينك يا بنتي؟ ليش ما عم تطلي لعندي؟ ما تواخذيني خالي، بس كنت مشغولة. لوين بدك تروحي؟ أنا كنت عم اتفرج على القمايش وبدي روح لعندكم. كيف أنا يرني؟ ما أنا منيحة بنوم. ليه؟ حنان؟ خير إن شاء الله؟ لوين رايحة؟ رايحة الدكتور يابي. أها، شو؟ كل يوم والتاني مخفقة لعنده؟ شو قصتك؟ أي بطني عم يوجعني، مو بإيدي. إيه، نلعي. بس لا نتأخر كتير. ها؟ حاضر يابي. لك شو؟ مو على أساس موجوعة؟ أي عمو ابراهيم. اجا عمو ابراهيم. اهلين عمو. يا اهلين يا اهلين، تعالوا لعند عمكم، تعالوا هجبت لكم السكاكر يا مستقبل. الله يرضى عليكم. جدو خالص انا قاعده عنه وعم تستناه. اي رح افوت شوفه. خير ان شاء الله يا بنتي، شوفي شو القصه. مصيبه وحلت علينا. اليوم اجا حميد وبده ياخذ البنت بدل المصاري، وانا مالي عارفه شو ساوي. مالي حدا اخذ منه كل هالمصاري، بدهم يعني يدبر لهم المبلغ بظرف ساعتين. اصلا ما حدا عنده هيك مبلغ كبير. طولي بالك شوي يا بنتي، ان شاء الله منلاقي لك حل. توكلي على الله ولا تيأسي من رحمته ابدا. تفضلي جميلة فوتي.
الدكتور بالعيادة شي؟ شو بكي راسك رجع يوجعك؟ شو قصتك جميلة؟ مالك على بعضك بنوم؟ دكتور في عنا مريضة فوتية. شو في؟ شو اللي جابك لهون؟ أنا جيت لك. أنا ما قلت لي خففي زيارتك لعندي بهاليومين؟ بدك تفضحينا؟ احكي شو اللي جابك؟ أنا أجيت مشان صار لك أكثر من أسبوع ما عم تسأل عني، وبطني كل ماله عم يكبر أكثر، وإذا عرفوا أهلي أكيد رح يقتلوني. لازم تساوي شي، الشغلة مو لعبة بنوم، وإذا عرفوا أهلي رح يقتلوا. خلص حبيبتي، أنا وعدتك إنه رح ساعدك، بس بترجاكي لا تجي لعندي بهاليومين، عم تفهميني؟ وكيف بدك تساعدني بقى؟ لإمتى بدي ضل على هالحالة هي؟ أوف جميلة أوف. ما في عنا غير حل واحد، بدك تجي وتخطبني من أبي وبدنا نتجوز. نتجوز؟ شو هالحكي؟ يعني أنا قصدي إنه هلأ ما فينا، بالأول لازم نخلص من الجنين وبعدها فيني أخطبك ونتجوز. كيف رح نخلص من الجنين؟ اتصلت بدكتور رفيقي وهو جاي اليوم وبده يساعدنا بهالمشكلة، رح يساوي لك عملية وهيك بتخلصي من الجنين. مستحيل، حرام عليك. تركينا من الحرام والحلال هلأ. أنا خايفة. لا تخافي، هو دكتور كتير شاطر. تفضل أخي، أكيد أنت جوعان، مد إيدك. يسلموا إيديك، عذبتك معي، أنا خجلان منك. ولا يهمك، ما عذبتني، ليش أنا شو ساويت معك؟ يلا تفضل. إيه لك شو هالأكل؟ أنا رح رف لك سندويشة. يلا ها. هيجبني كتير طيبة، يلا تفضل. إن شاء الله ألف صحة، هيك أحسن. يسلم، شكرا. احكي لي لشوف، ليش بدك تروح على سارسو؟ إيه الدكتور في هنيك، أنا رايح لعنده. بس يستوي الرغيف عطيني اياه. بعطيك. لك بنتي اذا اكل بيبطل يتعشى. اهلين عمو ابراهيم. اهلين فيك يا ابني، خد هي لشوف. شكرا. يعطيكم العافيه يا جماعه. اهلا وسهلا شيخ. اهلين حبيبي. يا ميت اهلا وسهلا، نورت البيت يا شيخ ابراهيم. تفضل تفضل تفضل، اقعد شيخي، سوي لنا كاس شاي. روحي سامي. حاضر. تفضل. أهلا وسهلا. أه. ريح. الحقيقة يا ابني أنا جاي بطلب وما بدي إياك تخجلني. مرني، طلب اللي بدك إياه، أنت بتأمر أمر يا شيخي. أستغفر الله، الأمر لله يا ابني، بس أنا جاي أطلب منك شغلي، بدي إياك تطول بالمهلة اللي أعطيتها لسنة. حتى أنت دخلتك بالقصة، أنت بتعرف إنه نحن ما بدنا غير حقنا وطولنا بالنا عليها كتير،
بس الظاهر انه هي ما بدها تعطينا حقنا، وبهالحالة ما عم نغلط ورح ناخذ البنت بدالهم ونخلص بقى. هالأدوية تعطيهم للأنسة جميلة، إن شاء الله معافية أنسة جميلة. بنتك ما عم تطلعي من العيادة بهاليومين. لأني مريضة أخذ برد شوي. بردوا بهالصيف؟ غريب. سارة دكتورة لتفهمي أنت الواحد بياخد برد؟ يسلموا إيديك. معافية إن شاء الله. يلا بخاطركم. بس إيدي إذا كانت مرضانة. هي عم تجي لهون لحتى تشوف الدكتور. حرام عليك تفتري على البنت. دخيلك أصلاً كل الضيعة بتعرف هالشي. ليش دخلت كل هالطارق؟ شو صار لك؟ صباح الخير دكتور. شو رجع بطنك وجعك مرة تانية؟ ايه واليوم عم يجعني كتير. طيب تفضلي مشان افحصك. الوقت عم يخلص. يعني بدهم ياخدوني؟ مشان الله لا تخليهم ياخدوني. لا تخافي يا بنتي، مستحيل خليهم ياخدوك مني. استني ولا تخافي. مين؟ أنا جميلة. أهلين يا بنتي، فوتي. كنت رح موت من الرعبة. خلص لا تخافي. ليش تأخرتي كتير؟ أمي بلشت تشك بالقصة. جميلة؟ ها؟ ليش تأخرتي كل هالقد يا بنتي؟ راسي كان عم يجعني لهيك رحت على الدكتور. شوفي، ليش عيونك مورمة؟ كأنك كنتي عم تبكي. أنتي مالك على بعضك، أكيد صاير معك شي. لا لا خالي ما في شي، أنا كتير منيحة بس كنت زعلانة مشان نرمين. هالزلمة متجوز مرتين، والله حرام إنه يتجوز نرمين. رح موت حالي ما بتجوز هالختيار. تفضل شيخي تفضل. أهلا وسهلا شيخ إبراهيم. أهلين فيك رشاد. مثل ما اتفقنا يا ابني، إذا ما قدرت سناء تأملكم المصاري بعد يومين بتاخدوا نرمين. خلص شيخي لا تاكل هم. يلا بخاطركم يا ابني. الله معك يا شيخ إبراهيم. الله معك يا شيخنا. شو هذا اللي سمعته؟ الشيخ إبراهيم طلب نطول المهلة وأنا لبيت وعطيت يومين زيادة لسناء. وشو السبب؟ ما كان فيني زعل الشيخ إبراهيم. يا الله لا يعطيك العافية. شو؟ ما في وراكم شغل لحتى قاعدين عم تتسمطوا؟ نعلهم من الشي. يلا لشوف، فوتوا لجوا. طلبت منهم يمهلونا يومين تانيات وبالزور لحتى وافق حميد على هالشي، بس لازم تأمني المصاري. شوفي مين قدران يساعدك من أهل الضيعة وروحي لعنده، وأنا كمان رح أساعد قد ما بقدر. الله يخلي لنا إياك يا شيخي وما يحرمنا منك. أنا رايحة لجيب حق الحليب. طيب أمي. جميلة جميلة تعي نقعد. ليش عم تطلعي هيك؟ انتي بكيانة كتير. لأنه كنت زعلانة عليكي. لا تكذبي علي،
ليش عم تخبي علي؟ مو على أساس نحن أخوات؟ لا يكون صاير شي بينك وبين الدكتور. أنا حامي. شو؟ يخرب بيتك، كيف بتغلطي هاي الغلطة؟ ما بتعرفي إنه هالشغلة فيها قتل؟ كيف ما فكرتي بحالك وبأهلك؟ ما فكرتي بسمعت وسمعتهم وكلام العالم؟ كيف ما فكرتي شو بده يصير بأبوكي وإخواتك إذا عرفوا؟ مشان الله اسكتي. كيف بدك ياني اسكت؟ بدك ياني اسمع هاي المصيبة واسكت كمان؟ مو على أساس نحن أخوات، وأنا ما قلت لك غير هيك. بس هاي القصة ما أنا لعبة، وإذا عرفوا أهلك أكيد رح يقتلوكي. ما في عندكم حل هلأ غير إنه يتجوزك. لازم يجي ويطلبك من أهلك بسرعة. هو بدي يتجوزني، بس بالأول لازم نخلص من الولد ونزله. وكيف بدكم تخلصوا من الولد بقى؟ الظاهر اني صرت قريب من الضيعة. بس ضيعتنا صارت من هديك النار، وانا لازم روح من هاي الجهة. ما لا تروح اليوم، لانه قربت الدنيا تعتم. هلا ما فيك تمشي بالليل، الطريق خطرة. اسمع مني، امشي معي على ضيعتنا، وبكرة الصبح بتروح على سارسو. طيب يا سيدي مثل ما بدك. يا عيني عليك، بشرفي اني حبيتك كتير. جميلة، انت بتصدقي حكي الدكتور؟ قصدي انه هو ناوي يخطبك عن جد، يعني مانو كذاب؟ ايه نيرمين، انا مصدقته. رواد ما بيكذب علي، وانا بوثق فيه كتير. إن شاء الله يطلع هالحكي صحيح. إن شاء الله. أخاتي، بس الأدوية كتيرة مختار. رح يجوا اليوم المساء، إذا قدرت تأمل لهم طلبهم رح يدفعوا لك مثل ما بدك وحبة مسك. بس هنن طالبين أدوية كتير غالية هالمرة. والله أنا ما كتير بفهم بهالشغلة. لسه في إلي عندكم حساب، إمتى رح تعطوني المبلغ؟ اليوم منسكر لك كل حسابك، المهم تأمن البضاعة. ما بسلم شي لأستلم كل المصاري. بالأول البضاعة، وإذا ما بدك تجيب أنت حر، أنا ما رح أغصبك، بس حسابك ما بيتسكر. بقى شو قلت؟ خلص اليوم المساء، نفس المطرح القديم. يا دكتور سيتا. اوه اهلين بالشيخ ابراهيم، تفضل. زارتنا البركه، تفضل. انا مو جاي لاقعد يا مختار، انا جاي كرمال هالمسكينه سناء. رشاد بده اياها تامل له المصاري، وانا اجيت اتدين منك. صدقني بهاليومين ما معي، معقول يكون معي وما اعطيك؟ الحاله دائره. هدول والله مو الي، هدول امان العالم، بدنا نوصلهم لاصحابهم. لكن مسكها منيح، مسكها يا زلمه.
تفضلي، وهيك ما بيكون صفالك من حساب الحليب ولا شي عنا. يسلموا ايديك يا اخي، بس انا علي ديون ولازم اوفيهم، بدي منك مبلغ صغير برده من حق الحليب. بعطيكي بعد اسبوع. بس ما فيه استنى. صدقني لو ماني مضطر ما كنت طلبت منك. من شاء الله ما تواخذنا يا شيخي، انا وعدتك اوفي دينك بس ما قدرت. بس صدقني انا كتير مزنوق بهاليومين وما فيني اعطيه غير نص المبلغ. كتر خيرك يا شيخي. يسلموا ايديك. خاطرك. الله معك. بدك توقفي هنيك. ليش بقى؟ رح توقعي، مكان عندك خطر، خايف يصير لك شيء. خايف عليه؟ اذا انا متت رح تزعل وتبكي عليه؟ ايه رح ازعل لاني بحبك. وانا كمان بحبك كثير. احكي لي هلا ليش اجيت؟ لانه ابي بده اياكي. ليش صاير شيء؟ صدقيني ما بعرف، بس بده اياكي ترجعي على البيت. طمنيني يا بنتي، شو صار معك؟ ما قدرت ادبر غير شوي يا شيخي. وانا كمان ما قدرت امن غير هدول يا بنتي. الله يقدم اللي فيه الخير. هاي اجت جميلة يا أبي. خير يا أبي؟ تعي عادي جنبي شوي. في جماعة جايين بكرة مشان يخطبوكي. جماعة قوادم وما عليهم حكي، وبكرة بدهم يجوا يشوفوكي وتشوفي العريس. الشاب كثير غني ومن عيلة منيحة. بقى شو قلتي؟ هدول اللي معنا؟ ايه هدول. بس هدول ما بيكفوا القصة هذا الشهر؟ شو رح نساوي هلأ؟ لسه في قدامنا يومين تعنيات كمان. وشو رح نقدر نساوي بهاليومين يعني؟ أكيد رايح لعند الدكتور. أمي، هاي آخر بقرة عنا، كيف بدنا نبيعها؟ بعرف هالشي، بس ما في عنا غير هالحل يا بنتي. بعدين حتى إذا بعناها ووفينا هذا القسط، شو رح نعمل مشان القسط اللي بعده؟ خلينا نوفي هذا القسط بالأول وللقسط الجاية بفرجها الله. إن شاء الله رح يفرجها علينا ورح نقدر نلاقي شي حل.
جميلة، شو اللي جابك لهون هلا؟ مصيبة وحلت علينا. فوتي لجوا بل ما يشوفك حدا هون. بكره المساء بدهم يجوني خطابين، وابي بده يتجوزني هالمرة. مشان الله تقلي شو بدنا نساوي؟ انا ما عاد فيني خبي حملي اكثر من هيك، واذا عارف حدا من اهلي انه انت ابو الولد وقتها ابي اكيد رح يقتلنا نحن الاثنين. اذا ما لقيت حال بدنا نموت، ما في قدامنا غير نهرب سوا. الله يوفقك خلينا نهرب سوا. خلص حبيبتي اطمني رح نهرب اليوم. خلص استنيني المسويات بأول التل الكبير. رح أنترك هونيك لحتى تجي. اي والله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا. وعليكم السلام سيدي. الله بيعينك. تفضل. لازمنا مصاري. والله الدين كثير صعب. فين الله يا اخي؟ يا اهلا وسهلا. اهلين فيك. اهلين فيكم. شكرا. اهلا وسهلا. اهلين يا ابني. يا ابني اهلين فيكم. شكرا لكم يا جماعه. سلام عليكم. الحمد لله يا اخي. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. تفضل. ايه خبرنا يا محمد، مين الضيف اللي معك؟ هذا الدكتور طارق. عن جد انت دكتور؟ ما شاء الله ما شاء الله. اهلين دكتور. ولوين بدك تروح يا ابني؟ بده يروح لضيعة سارسو. على ضيعة سارسو؟ بدك تروح على ضيعة سارسو يا ابني؟ هاي الضيعة ورا الجبل وكتير بعيدة. ايه والله كتير بعيدة، وكيف بده يوصل لهنيك؟ هاتوا كاسة شاي لضيفنا الدكتور. الدكتور تعبان شوي، بدي اخده معي مشان يرتاح. لا لا ما بقبل تاخده معك، الدكتور رح يكون ضيفي انا اليوم. معمر مراغة بسرعه روح لعند مرت عمك وقل لها تجهز عشا مرتب كرمال ضيف للدكتور. يلا يا ابني بسرعه يلا. ما شاء الله البقره منيحه، بس ما معي مصاري اشتريها. هي بتسوى كتير، بس انا هلا ما معي مصاري. ان شاء الله ما تؤاخذونا، كنا حابين نخدمك. ولا يهمك، عزبناكم معنا. السلام عليكم يا شيخنا. الظاهر إنه ما في فايدة يا شيخي. كنت بعرف إنه ما حدا معه مصاري مشان يشتريها. طولي بالك ولا تيأسي يا بنتي، الله كريم وأكيد رح نلاقي حل. تعي كلي جميلة. صحتين بس ما بدي أكل. مانك جوعانة؟ لا حبيبي ماني جوعانة. تصبحوا على خير. تلاقي الخير يا بنتي. وين بدك تروحي بهيك وقت؟ غالي سناء تعبانة شوي ورح روح شق عليها. ايه بس لا تتأخري. حاضر يا أبي. خير يا ابني، شوفي بينتك متضايق. لا أنا منيح، بس بصراحة خجلان منكم كتير، يعني انتم معذبين حالكم، ما كان في داعي لكل هالشي. انا بتشكركم كتير. ولو يا ابني ما في شي من واجبك، نحن ما عملنا شي. بعدين انت ضيفنا اليوم. ها منيح، وهي اجا محمد كمان.
تعا يا ابني تعا، صب القهوة. تفضل دكتور. يسلموا ايديك. يسلموا. لا شو هذا اللي سويته؟ غلطت بشي يا آغا؟ ليش حطيت الفنجان؟ ليش شو في إذا حطيته؟ هلأ صرت مجبور تتكفل بمصاريف جواز دول محمد؟ يا أما بدك تملي له الفنجان كله ذهب. كيف يعني؟ أنت حطيت الفنجان من دون ما تخلص قهوتك، من شان هيك بدك تجوز اللي ضيفك، يا أما بدك تملي له الفنجان ذهب. لا تخاف يا ابني لا تخاف، هيك العادة عنا بالضيعة. بس الحقيقة نحن حابين نجوزه لمحمد وكنا عم نمزح معه. محمد؟ بدكن تجوزوه من هلأ؟ بس لساته صغير مو بكير عليه؟ شو؟ هذا صغير؟ لك صار قد الحيط، بعدين هو ما عاد يصبر أكثر من هيك، اللي من عمره جوزوا من زمان وصار عنده أولاد. لا تقول أنت كمان عزابي. إيه؟ شو الحكي؟ عم تحكي جد؟ ليش ما تجوز لهلا؟ معناها لازم نجوزك أنت كمان. بدك الصراحة يا دكتور، أنت شكلك راحت عليك من زمان. بكرة من طلعت الضو خدي البقرة ووديها لعند أبو علي وإن شاء الله بيشتريها. وبلكي ما اشتراها؟ ليلو أنا اللي بعدته، وإذا كان معه مصاري أكيد رح يشتريها. الله لا يحرمنا منك يا شيخ إبراهيم. ولو يا بنتي أنا ما سويت معك شي. يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير يا شيخ إبراهيم. ديري بالك على حالك. لوات لوات البضاعة كاملة يا دكتور؟ لا تكون منقص شي هالمرة. لا كاملة. خلاص هدول هن الأدوية. وين الحساب القديم؟ ها هذا كل حسابك. هيك منكم خالصين. صار لي جمعة مأجل سفرتي كرمال هالمصاري. الله معك والقلب داعي لك. وين طريقك؟ بدي امشي معكم لحتى اوصل على الطريق العام. دنيا طبيب جنس دردي ما تشاره دردي.